لا، هو مبدئيا قدرة إسرائيل على العملية نعم متيسر، يعني نتكلم عن قدرة عالية لدى إسرائيل بغض النظر عن المعركة الداخلية. هناك غواصات، هناك صواريخ تطلق من الغواصات، هناك صواريخ أريحة واحد واثنين وثلاثة، وهناك صواريخ غير معلنة كأسلحة سرية لإسرائيل، وستستخدم مثل ما أخبرتك تستخدم عقيدة ضاحية بلس، وهذه الضاحية بلس مسألة إزالة قرى بالكامل، القرى بالكامل. ولذلك تكلم نتنياهو عن الثمن، وتكلم وزير الدفاع عن البنش العقاب. وهنا نقطة جدا مهمة، وهذه سبق أن تستخدمها إسرائيل، مسألة إزاحة قرى ومدن بحالة، وهو عملية الضغط. وهنا التحدي لحزب الله، كيف سيتعامل حزب الله مع حرب بهذه المستوى، أو على الأقل حرب تختلف أو سياق أو أسلوب مختلف عن ما جرى خلال 7 أشهر. وأعتقد هناك مشكلة كبيرة في مسألة القدرة على استخدام الوسائل والإطلاق في ظل هيمنة وسيطرة جوية ستكون مطلقة لإسرائيل. وأيضا عامل مهم مسألة إزاحة المدن، أي نتكلم عن نزوح وضغط سياسي وضغط مجتمعي على حزب الله، فضلا عن عوامل أخرى، عدم تحييد قدرة التفوق البشري أو النشاط. ما يعني أكيد هناك معلومات وتقارير تشير أن هناك أعداد حتى غير لبنانيين موجودين في لبنان لاستخدامهم في ظل سيطرة جوية كاملة. أنا لا أعتقد سيكون محرج جدا حزب الله عسكريا وفقا للعمليات في هذا الاتجاه، وإسرائيل لن تسمح، أعتقد يعني أنا وجهة نظر عسكري، يعني لن تسمح بأن يكون هناك قدرة على استخدام الوسائل والأساليب المتعددة لدى حزب الله، بما فيها الصواريخ المتعددة والمتصديات المسيرة وغيرها. لأنه المشكلة في لحظة الإطلاق، أنت عندما تكون تمتلك وسائل تحتاج إلى مساحة للإطلاق حرة، وهذه المساحة الحرة أعتقد إسرائيل ستغلقها بالكامل في ظل سياق عقيدة الضاحية بلس. يعني فالأمور معقدة أحمد كثيرا، وأعتقد الإسرائيليين مستعدين لهذه الأمور، وهناك سيناريو، أكثر من سيناريوهات، 2 أو 3 في هذه الفعالية.